استدعاء لفصول من حياة الأجداد وتعزيز لروابط الحاضر بالماضي، هذه هي أهداف المهرجان الرابع للتراث والموروث الشعبي بوادي بالحارث بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، والذي اعتاد الأهالي على إقامته بشكل موسمي بجهود ومبادرات ذاتية. الحنا ألقينا هذا المهرجان عبر القرية التراثية في دهبة حدود بالحارث مديرية عسيلان لربط الحاضر بالماضي على الأجيال يفهمونه ويعرفونه ويطبقونه في رؤوسهم مثل ما أنشوه آبانا وأجدادنا وعاشوا عليه. نشاطات اليوم هي سباق الهجن وسباق الخيل وأيضا عرض الموروث الشعبي في الأشياء والأدوات التي كانت تستخدم من أهلنا وآبائنا وأجدادنا الأولين، وذلك لربط الماضي بالحاضر. رقصات فلكلورية وأهازيج شعبية تتخللها المساجلات الشعرية، بالإضافة إلى تصميم للقرية التراثية التي تحاكي بساطة الحياة القديمة للأجداد. إلى جوار ذلك قدمت عروض للموروث بمختلف تنوعاته، وهو جانب من فعاليات مهرجان التراث والموروث الشعبي لمديرية عسيلان. أما هنا فجزء من سباق الخيل والهجن، والتي تعد محوراً مهماً من محاور هذه الفعالية، كما تشكل واحدة من أبرز مظاهر التراث الشعبي الشبواني في المديرية، حيث تهدف هذه الفعالية إلى تعريف جيل الحاضر بأصالة الموروث الضارب في جذور التاريخ. بمناسبة تدشين القرية التراثية بمديرية عسيلان من سباق الخيل والهجن بهذه المضمار، ونتمنى أن يستمر ونذكر أبنائنا وأبنائنا على تراث أجدادنا الذي كان اندثر من فترة زمنية طويلة، ونتمنى أن يستمر. الهدف أن تتعلم الأجيال موروث آبائهم وأجدادهم في كل النواحي، وأن يستفيدوا من الماضي وأن يسيروا بتراث آبائهم. من قلب صحراء مديرية عسيلان يفوح عبق التاريخ، ممزوجاً بنكهة الإرث الشبواني الزاخر بالتنوع الفريد للعادات الاجتماعية والتقاليد المتوارثة التي تلخص حياة اليمني الأول خلال حقب زمنية ماضية، بهدف المحافظة عليه من الضياع والاندثار. مهرجان التراث والموروث الشعبي في مديرية عسيلان جاء بمثابة عرس ثقافي جميل، وأظهر جزءا من حياة البساطة القديمة التي عاصرها الأجداد من أجل ربط جيل الحاضر بماضيه العريق. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.